أعزائي المشاهدين، مساء الخير وأهلا بيكم معنا في حلقة جديدة من بيت العيلة. في كل حلقة من بيت العيلة بنستضيف أسرة مصرية، بنتعرف على أفرادها، بنقترب منهم، بنتعرف على أفكارهم، مشاكلهم، بنشاركهم أحلامهم. الحوار ممتد، المجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتشارك بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. تحيا قضايا ومشاكل التعليم في مصر وبجميع مراحله لحظة بلحظة. فالأب هو الأستاذ إيهاب طه، مدير إحدى المدارس الإعدادية، أما الأم فتعمل موظفة بالجامعة، وكلاهما يعتبر الطلاب وحل مشاكلهم أسلوبا للحياة. أما الأبناء الثلاثة فهم زياد ومحمد وعبد الرحمن، فيحتكون بقضايا التعليم من خلال دراستهم بمراحله المختلفة، حيث يدرس زياد كطالب في الصف الثاني الثانوي، أما محمد فهو طالب بالصف الأول الثانوي، وعبد الرحمن يدرس بالصف الثاني الإعدادي. أسرة تبدو بسيطة وتتخذ من الكوميديا منهجا دائما لمجابهة أي مشكلة تواجهها. أسرة مصرية بحق. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة تانية في حلقة جديدة من بيت العيلة، أسرة جديدة. أسرتنا النهاردة هي أسرة الأستاذ إيهاب طه، مدير إدارة بإحدى المدارس، والأستاذة إيمان زوجته. أهلا بيك، برحب بيك، برحب بالأستاذة إيمان. باقي الأسرة بقى يعرفوا نفسهم. زياد، زياد أهلا بيك. محمد، أهلا بيك يا محمد. عبد الرحمن، وعبد الرحمن صغير مش كده؟ ثانوي زياد ومحمد، تانية وأولى ثانوي، وعبد الرحمن تانية إعدادي. أهلا بيكم كلكم. وعندي سؤال دايما ببدأ بيه الحلقة، إن أنا أرجعكم للزمن البعيد شوية وأعرف أول بقى تعرفكم كان إزاي. والله هو تعرفنا كان تقريبا يعني شبه تقليدي، بس الحمد لله ارتباطنا ما كانش تقليدي. التعارف كان تقليدي بمعنى ايه بقى؟ انا عايز يعني تفاصيل اكتر. يعني اسر وجيرة وكده يعني، بس ارتباطنا كان مميز يعني في ان احنا ارتبطنا بسرعة جدا، عاطفيا قبل رسميا. انت عارف ان نادرا ما بيجيلي اسر بيعترفوا او بيبقى فيه نوع من انواع الخجل ان يقولوا ان كان في ارتباط عاطفي واعجاب متبادل قبل الجواز، فانا سعيده جدا حضرتك بتقول. لا اصل هو مش حرام يعني، يعني النهارده حتى حضرتك في الاسر المتحفظه جدا دينيا لما بتروحي بيقول لحضرتك والله البنت توافق، يعني يبقى في تكايه كده زي ما بنقول بالبلدي. أيوة. لو في قبول، هو القبول ده ايه؟ ما هو ارتباط عاطفي بالظبط كده، صح. وبالنسبه لك بقى من وجهه نظرك هو الحكايه بقى؟ لا هو برضو كان ارتباط عاطفي الاول، وبعدين الحمد لله يعني توفقنا في الجواز يعني. الحمد لله. وبعدين انت عايزه اعرف منك يعني في البدايه كده بتتعاملي ازاي مع ثلاث شباب، لان يعني انا شايفه طبعا قبل التسجيل عشان نسيطر احنا عليهم كارثه يعني. لا مشكله كبيره يعني. الحمد لله يعني عرفنا نتجاوز المرحله دي طبعا بصعوبه، ان هم كانوا ورا بعض لان انا جبتهم يعني ما فيش فرق سن بينهم، بس تعبنا الاول طبعا الثلاث سنين الاولانيين. كان في تعاون بقى ولا انت اللي الحمد لله؟ لا كان في تعاون طبعا، لازم يعني ما ينفعش ان انا اتحمل مسؤوليه ثلاث اطفال وفوق روس بعض لوحدي يعني، فالحمد لله. زمان كان التعاون اختياري، دلوقتي التعاون اجباري. ايوه يعني. طب انت زمان ولا انت دلوقتي يعني؟ دلوقتي انت احنا اتجوزنا في تاريخ برضو مميز قوي على فكره. أيوه. احب اذكره يعني، احنا اتجوزنا كان في رقم كده جنب بعضه 5 9 1999. الله، ده رقم يعني ملوش اي حجه ان هو ينسى تاريخ جوازه. لا وعيد جوازه على فكره كل الناس بتبقى فاكراه يعني، بلاقي كله بيتصل يعيد عليا في اليوم ده. اكيد يعني مميز، تاريخ مميز جدا، ما يتكررش على كل 100 سنه تقريبا. أيوه. نفس الرقم ده يعني. فكان في تعاون بينكم. الحمد لله. طب
كنتوا انتوا الاثنين بتشتغلوا ولا زلتوا بتشتغلوا. أيوه. حضرتك بمفهوم زمان ناظر مدرسه اللي هو دلوقتي مدير باحدى لا بس المدارس. زمان برضو كان في ناظر ومدير بس دلوقتي مبقاش في ناظر مفيش ناظر يعني كله بيتقال عليهم. فحضرتك بتخالط الطلبه عن قرب ومشاكلهم وكل وبتخالطهم بصوره تانية في البيت مع ولادك في سن حساس جدا ثلاث ولاد وحضرتك نفس الشيء بما اننا في الجامعه فبنشتغل على الطلبه طلبه الجامعه هم الاساس يعني هو دلوقتي السن الكارثي لان هو ده السن الحساس جدا اللي بيدخل في دماغ كل الافكار يعني السن ده هو اخطر مرحله سنيه ممكن حضرتك تتعاملي معاها في الواقع سن الجامعه. ايوه يعني تقدري تاخديه هنا او تاخديه هنا على حسب ما توجهي بس التوجيه هنا اقناع يعني المرحله بتاع اعدادي التوجيه التزام مش لازم اقنعه. ثانوي دخلنا في مرحله الايه يعني ممكن لكن سن الجامعه اقناع فقط ما تقدريش تسيطري عليه او تعملي تجديد خطاب ديني الا باللي اقنعه يعني مش فكره ان حد شيخ او حد من طب الازهر طب ما ده اصعب حضرتك ما هو عشان كده عشان كده امال هو الرئيس ليه اتكلم في ايه يا جماعه الخطاب الديني يا جماعه نجدد الخطاب الديني الموضوع مش سهل والموضوع هنا ما ينفعش حضرتك تاخديه نظري لا طبعا حضرتك واخداه من ناحيه نظريه وفي اللي بيطبقوا لا ولا لا لا احنا إيه؟ اصلا دور المكتب عندنا احنا بنعمل ندوات دينيه على مستوى الجامعه وبره الجامعه بنعمل بنستضيف ناس كبار يعني احنا استضفنا مفتي الديار المصريه جه عندنا الجامعه وكان في لقاء معاه مع الطلبه استضفنا برضو وكيل الازهر جه عندنا في الجامعه استضفنا شيوخ تاني من عندنا من الفيوم يعني عملنا معاهم حوارات مع الطلبه بداوا ان هم يطوروا فكر الطلبه ان انا مش اي معلومه حد يديهاني هي دي المعلومه لا مش لازم ارجع برضو لسنه الرسول عليه الصلاه والسلام واطبقها في حياتي مش وليه انا ما اقراش كمان انا اقرا يعني وافهم وكل يعني في كتب فيها التفسيرات وليه ما الجاش الناس انا بثق فيهم ما هو بقى اصل احنا دلوقتي ما بقاش موضوع القرايه دوت حاجه يعني بقت اثار يعني دلوقتي القرايه النهارده عشان تقولي كله النت دلوقتي بقى مسيطر جامد قوي على الموضوع. طب وحضرتك في المدرسه مع الطلبة مش يعني هنا دور برضو المدرسة مهم قوي في غرس أكيد. البحث يعني ايه التعمق يعني ايه اسعى ورا المعلومة واطلعها من مصدر صحيح ده بتعمله في المدرسة بنعمله بشكل واضح وبس بنعمله بشكل فيه نوع من الإثابة ان ازاي انا اثيب من يفعل هذا وازاي ما اقدرش اعاقب اللي ما يعملوش لان هو بالنسبة لي انا لازم اللي في ايدي ان انا اعمل له اثابه بس اخليه مميز اكرمه ابروزه عشان احفز الاخرين يعملوا زيه خصوصا في الزمن ده زي ما المدام بتقول لحضرتك ان خلاص النهارده اي ولد في السن ده بيطلع موبايله وبيعرف اللي هو عايزه واللي هو كمان مش عايزه ممكن يلاقيه قدامه بالظبط بس طيب مع الولاد بقى كتجربه بقى بعيده عن الشغل وتعاملكم مع الطلبه انا بس هنا عايز اضيف حته مهمه انا ما بفرقش خالص بين ابني وبين ابني التاني اللي عندي في المدرسه يعني انا لان هيبقى صعب اقسم نفسي فبتعامل مع اولادي في المدرسه تقريبا بنسبه 90% على الاقل بنفس طريقتي في معاملتي مع اولادي في البيت. ايوه دي حته برضه يعني كنت ايه لازم اوضحها ودي دي مهمه جدا يعني جدا ومش عايز اقول لحضرتك هتخليك تستوعب حاجات كتير هتخليك تقرب من الطلبة أكتر والله من فضل ربنا عليا وأفكارهم. يعني كفاية بس إن أنا خلاص بقيت قريب من الطالب يعني الطالب النهارده بيكلمني في مشكلة حصلت من مامته من باباه ده بالنسبة لي أنا بعتبر ده أحسن مكافأة وإذا كنا بتتكلم كنت حضرتك لسه على إن إحنا لازم نقنع الطلبة الإقناع. فحضرتك مش هتقنع الطالب إلا لو قربت منه الأول الإقناع عندنا للأسف الشديد إحنا ربينا أولادنا أو إحنا تربينا هو كده وحضرتك اتربيتي برضه على مدرسة هو كده احنا جيلنا مختلف تماما يعني ما انا بقولك الصراحة الجيل ده ما ينفعش معاه هو كده لان انت بتقولي له كده وهو كده بيروح عنده مصادر كتيرة جدا يعرف منها ان هو مش كده واخد بال حضرتك فالموضوع مختلف لازم دلوقتي الاقناع والكلام ده على مستوى مش التعليم بس على مستوى اي حاجة سياسة اجتماع تعليم لازم اقنعه
طيب انا لسه يعني عندي اسئله وجايه اسمع اراء برضو الطلبه، واحنا معانا طلبه يعني. بس هنخرج لفاصل، ادعوكم لمشاهدته انتوا الساده المشاهدين، ونرجع نستكمل حوارنا. والله احنا بنتمنى ان العام الدراسي الجديد دوت ان يعود علينا بالخير، ونجد عام دراسي تعليمي كامل متكامل هادي بعيد عن اي مشاكل، واي مشاكل لقيناها السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، زي الدروس الخصوصيه وزي عدم تواجد الطلبه داخل الفصول بتاعتهم، وان المدرسين يقوموا بدورهم. امنياتي في العام الدراسي الجديد ان الولد يروح الصبح يتعلم ويجي من المدرسه وهو واخد تعليم، بمعنى ان انا شايف ان مجانيات التعليم بالاسم بيروح ويتعلم، الاسم رايح المدرسه والاسم جاي للمدرسه. خلي مجانيات التعليم ديت للناس المتفوقه والناس الشاطره، وخلي التعليم بفلوس يبقى رايح يتعلم، ادفع فلوس اخد ماده علميه بدل ما بدفع 3000 جنيه دروس وفي الاخر الاسم هو في المدرسه، انا عارف ان ابني رايح المدرسه ما بيتعلمش وبدفعهم دروس. طب انا ما بدفع بدل ما بدفع دروس تاخدهم من المدرسه واخد بهم علم. امنيتنا في العام الدراسي الجديد التوافق بين اولياء الامور والمدرسين، الكتب المدرسيه تكون متوفره، المدرسين تدي دروس في المدارس بدل الدروس الخاصه اللي اولياء الامور طبعا بيعانوا منها كلهم، فيبقى في رحمه بين المدرس وبين الطالب وبين الطالب وولي الامر. امنيتي اللي انا ابقى كويسه في المدرسه وانجح على طول واخد شهاده حلوه عشان مكبر ابقى كويسه في شغلي وفي حاجتي واشتغل شغلانه حلوه، ونفسي ولما ابقى زعلانه لما في المدرسه ما بعملش الواجب او يعني بقى مش كويسه في المدرسه بزعل. العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والهنا. نسود ونعلو بالتعليم، وقبل ان نتعلم العلم نتعلم الاخلاق والتربيه. بنعود مرة أخرى لحوارنا وأسمع بقى رأيكم. كان عبد الرحمن عايز يقول رأي، شايفك ليك رأي في موضوع المدرسة والمدرسين وعلاقتكم بيهم والدروس الخصوصية كل المدرسين اشتغلوا صح، ما كناش احنا احتاجنا ان احنا ناخد دروس. بس طبعا يعني وانت شايف ان انت مش كل المدرسين، بعض المدرسين انت شايف ان هم مش بيشرحوا حلو قوي، فانت مش بتفهم وبتضطر تطلع تاخد دروس. كان في مدرسين ممكن يدخلوا ممكن مثلا يكتبوا بس الدرس واحنا نكتب الدرس وخلاص على كده، وخلاص كده انتهى الموضوع. احنا بقى نفهم احنا مع نفسينا ان هو ملوش دعوه، هو ليه بس ان هو يدخل يكتب الدرس وخلاص. ما كنتوش بتحاولوا تقولوا له طيب احنا عايزين نفهم، تسالوه اسئله، تعترضوا، تروحوا لمدير المدرسه، خصوصا والدكم مدير مدرسه المفروض مفهمكم حقوقكم ايه؟ لا هو بس يعني مره حصل كده، بس دخل بقى بعديها ما يعني بقى كرهنا اضطهاد حتى يعني الاضطهاد بدا يعني. طيب بالنسبه لك بقى انتوا ثانوي بقى يعني تانيه واولى، انت اولى مش كده محمد؟ فدروس انت متخيل ان انت هتمشي السنه من غير دروس؟ يعني ده عايز استعداد خاص منكم بقى انتوا. هو احنا دخلنا موضوع الدروس حجزنا كل حاجه، بس كانت فتره اللي هم مش هيد جه يوم ان هم مش هيدوا خالص، قالوا كده قرار ان مش هيدوا دروس خالص. غصبا عنهم اتقفلت المراكز. ايوه طيب هنا يعني الاستعداد بقى انتوا بتاهلوهم بقى ازاي هيستعدوا السنه دي ان مفيش دروس وان هم هيعتمدوا على الحصه وعلى المدرس وشرحه؟ والله الحمد لله انا ربنا يعني ولادنا الحمد لله بيستجيبوا بسرعه للمتغيرات. هم بعد ما خدوا فعلا يعني احنا بقى تقريبا بقالنا شهر ونص دلوقتي بياخدوا راحوا دروس معينه لمواد معينه عند اساتذه معينه، ده بداوا من الاجازه يعني. ايوه الدروس بتبدا من الاجازه عاده في الثانوي يعني من نص 8 كده، لا من 1/8 من 4/8 تحديدا. ايوه ابتدت الدروس في المواد المختلفه، مش عايز احدد مواد ايه، في كل المواد. وجا حصل القرار دون، انا واحد من الناس متضامن معاه جدا قلبا وقالبا رغم ان انا ولي امر.
ايوه يعني المفروض ان انا ابقى متضرر زي بقيه اولياء الامور، ولكن والله العظيم انا متضامن وفرحان بيها، ونفسي القياده اللي عملت ده، القياده السياسيه عندنا في المحافظه تبقى قويه برضه وتحافظ على القرار وما تتراجعش. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجه، مش عارف متفق معايا حضرتك واستاذ ايمان ولا لا، اي قرار جديد في اوله بيبقى تنفيذه صعب، لكن بعد كده بيبقى خلاص اسلوب سيستم هيمشي عليه الطالب متبرمج عليه والمدرس. هو بس في حاجه يعني انا دلوقتي لغيت الدروس الخصوصيه بس ما طورتش حاجه من جوه الفصل، دي مهمه جدا، دي بقى دي النقطه بقى الاساسيه. يعني انا زمان كنت فاكره ان احنا كان لازم قبل ما نروح المدرسه تاني يوم بنكون محضرين الدرس الجديد اللي احنا هناخده. أيوه. لما بنرجع بنعمل واجب للدرس دوت، بنكتبه ثلاث مرات ومره املا ونقعد نحل عليه اسئله، لكن ده ما بقاش موجود خالص. يعني انا من سنه رابعه ابتدائي الاولاد ما عندهمش موضوع واجب كتابه ديت، مفيش خالص، هو سؤالين على الدرس وفي الكشكول، لو الكشكول اتصحح ماشي وممكن ما يتصححش وقال فجأة. لكن احنا حتى كان المدرسين في على طول قاعدين في الأوضة بتاعتهم بيصححوا الواجبات والكشاكيل بتاعة الواجب ولازم وإلزام. لكن دلوقتي مفيش الموضوع ده. يعني أنا عندي ابني في آخر السنة بيقول لي مرة ده أنا لازم أعمل كشكول لمادة كذا، طب انت ايه افتكرت دلوقتي ان في كشكول لماده كذا؟ قال لي خلاص هو المدرس بدا يلم الكشاكيل وعايز يصححها وانا مش عامل كشكول. يعني ده معناه ان المدرس ما كانش بيباشر فين اول باول من زمان اللي هو المفروض بيباشرك ان في واجبات في حاجه، مفيش. ليه فانا بقى دلوقتي لغيت حاجه وما طورتش حاجه جوه المدرسه. ليه بقى؟ وانا عشان يعني انا سالت ليه، عشان عايز اناشد الرئيس السيسي، بقول عايز تصلح المعلم. وراي حضرتك استاذ ايمان؟ هو انا برضو اهم حاجه فعلا المعلم. يعني انا مثلا لو ما الاولاد بيجوا يشتكوا لي، لا احنا هنروح نشتكي المدرس لانه هو تعبنا في الفصل، شتم ولد صاحبي، زعق، اقول لهم لا. يعني ازاي يعني ده مدرس؟ ازاي ان انتوا تتعاملوا معاه كده؟ يا عم انا راضيه، انا راضيه ان هو يزعق لك طالما حاجه يعني في صميم، علشان انت ما كنتش مركز في الفصل، عشان انت ما عملتش واجب، علشان انت ما اهتمتش. لا انا راضيه، هي دي معاملتي معاهم. يعني هم حتى بيلجأوا بقى لباباهم في الموضوع ده، بس مش ده. كل الناس كده. يعني انتوا بحكم ان الوالد كان مدرس، الوالد في المهنه، فيعني مش الموضوع ان انا مدرس، الموضوع ان انا عندي قناعه، وهي المدام عندها نفس الوعي. خلي بالك اي ولي امر عنده وعي لازم هيتعامل مع اولاده ويوجهه بالتوجيه ده ويقول له احترام المعلم. المعلمين اللي اترفع عليهم مطاوي واللي اتضرب بمطوه ولا بتاع، هو مين اللي عمل كده في المعلم؟ وفي احيانا برضو التجاوز بيحصل من المعلم ناحيه الطالب. جدا يعني جداً. حصل برضو حوادث تجاوز بالعكس، ده وارد جدا. انت حضرتك اصل التعليم ده قطاع جماهيري، انت بتتعاملي مع سي مثلا 45 50 ولد من 50 بيئه، ايوه من 50 أسرة، بلاش بيئة، الخمسين أسرة دول أكيد فيهم أسر محترمة جدا، وأكيد فيهم أسر برضو كويسة، وأكيد فيهم أسر تفكيرها وأسلوبها مش اللي هو المفروض. فأنا مش هصلح في الولد أسلوبه وهصلح له بيته. أيوه، لازم الأسرة مع المدرسة يمشوا في خطين متوازيين مع بعض، بيسندوا بعض وبيكملوا بعض. تمام. طيب الهوايات بقى، يعني احنا عمالين نتكلم عن التعليم، التعليم مهم جدا ده أكيد، لكن برضو اللي لا يقل عنه أهمية الهوايات، فيه اهتمام بأي هواية بأي ولا إيه؟ وعندهم حاجة وراثة مني أنا. أي. موضوع الموسيقى والغنى، يعني أن أنا في فترة كنت نقيب موسيقيين حتى في الفيوم وكده بتاع، وكان ليا في المجال ده فترة كبيرة يعني. فدي عندهم بالوراثة. مين فيهم بقى في الغنى والموسيقى؟ في الغنى عبد الرحمن وزياد. عبد الرحمن وزياد. بس عبد الرحمن يعني خط تمثيل شويه يعني. انا سامعه ان عبد الرحمن كمان فنان في القاء النكت. ويعني هو بقى الكوميديان في العيله بقى اللي بيلقي الافيهات وكده. هو سبحان الله عنده قدره على الافيهات التلقائيه، مش يعني مش متذاكره، احنا ممكن دلوقتي بتاع تبص ليه راح مطلع افيه. رد فعله سريع ودي موهبه. ثانيا بقى موضوع القاء النكت ده هو موهوب فيه بحكم ان كمان هو بيحب التمثيل. طب إذا كنا بنتكلم عن التعليم، مهتمين بقى بالمواهب؟
وهنا انا بسالك السؤال، ولادك في المدرسه ولادك الحقيقيين طبعا المواهب دي. المواهب دي بحس ان اخر حاجه بنهتم بيها دلوقتي في المدرسه. بعض المدارس صدركت، مش بلاش نعمم في كل حاجه، لكن بالغالبيه خصوصا مدارس الحكومه انا اعتقد ان الوزاره ابتدت تاخد بالها يعني مؤخرا في مع الوزير اللي موجود حاليا من حكايه الانشطه والمواهب والكلام ده. يعني احنا جايين لنا نشرات بتاكد ان لازم نراعي موضوع المواهب والانشطه في المجالات بقى الرياضيه والثقافيه والعلميه والكلام ده. فاعتقد لا، المرحله اللي جايه دي هيبقى فيها عندنا اهتمام غير عادي. لكن لغايه دلوقتي ما حصلش. لا، ما هو ده اللي ضيع الدنيا عندي. يعني المفروض المواهب دي لا تقل اهميه الولد عن بيهرب من المدرسة. عن عن الدراسه، عن المذاكره، عن الحفظ والصم بالظبط. وازاي يعملوا بحث وازاي يطلعوا المعلومه وغرس قيمه القراءه، يعني الحاجات دي لا تقل بالزبط اهميه. بالظبط وانا الكمبيوتر موجوده يعني. عايز تقول ايه يا عبد الرحمن انت؟ وانا في في المدرسه عامه انشطه رياضيه كلها بشارك فيها. انا هي حاجه يعني ممكن تكون الحاجه الوحيده اللي بحبها في المدرسه. الرياضه. الرياضه. بتلعب ايه؟ بلعب يد وبطل سباحه كمان، معايا بطولات سباحه، وبلعب كره قدم حارس مرمى. فده اللي محببك في المدرسه. الرياضه. أيه. وبالمناسبة عارف لو في بقى حصة موسيقى كمان انتوا كنتوا هتبقوا مستنيين بداية العام الدراسي. انا اتعلمت موسيقى في المدرسة، ومستوى اللي انا طلعت بيه بعد ثانوي يعني عايز اقول لحضرتك يضاهي اللي طالع من معهد موسيقى عربية دلوقتي. كان عندهم مدرسين فعلا فاهمين يعني ايه موسيقى وآلات، وكانت الدولة بتصرف على النشاط ده كويس. وفرقة التمثيل ومسرح الجامعة ده طلع نص الممثلين اللي كانوا موجودين. ده حقيقة. لا احنا يعني عندنا في الجامعه الموضوع مختلف، عندنا فعلا بيهتموا جدا بالانشطه الطلابيه، بس هي برضو في الفتره الاخيره يعني الاهتمام بقى جامد جدا في الموضوع ده. عندنا حفلات على طول، عندنا مسرح الجامعه فعلا شغال جميل جدا، لدرجه ان انا يعني متضايقه ان الطلبه دول ان ما فيش عملنا حاجه اسمها جامعه جوت تالنت برضو جوه الجامعه. جامعه جوت تالنت بس كل بقى المواهب دي. أيوة. المواهب دي كلها انا زعلانه لان هم مش بيلاقوا الفرصه. يعني انا مثلا نفسي ايه يبقى في برنامج تلفزيوني بيذيع المسرحيات اللي الطلبه بتعملها جوه الجامعه، الولاد دول الحفلات اللي بيعملوها يعرض له المواهب، العمل المسرحي المتميز يعرضها المواهب يعني الحاجات دي كان فعلا يعني خساره. انا كان عندي في الجامعه طلبه متميزين جدا، لكن ما عندهمش يعني خلاص هو بعد سنه رابعه وانتهى الامر بالنسبه لي. الطفح. خلاص يعني مات بقى يعني، ولا فيش طبعا شغل مسرح ولا فيه غنى ولا الكلام ده. ده بالنسبه للجامعه. للجامعه مختلفه. واضح جدا عن لا المشكله عن بقى المدرسة. كمان المدارس ان انا مثلا لو يعني عندي عبد الرحمن كان بيطلع من المدرسه يروح مع مدرس اصل الثقافه علشان عندهم مثلا مسرحيه او تمثيل او كده، خلاص هو طلع فانتهى بالنسبه له دروس اليوم كلها. والمدرسين كمان بتزعل يعني بتزعل كمان ان هو ساب المدرسه وطلع اول ثلاث حصص. اتفضل يا عبد الرحمن. بعد كده لما بتيجي مثلا الفسحه بيبقى عندنا بروفه، لحقنا مثلا نخلصها عادي، ما لحقناش المستر بياخدنا بيودينا قصر الثقافه بنكمل بقى. بس هو احنا يعني السنه اللي فاتت ديت يعني ما كملناش عشان المستر اللي هو بيعمل لنا عمل حادثه وتوفى. يعني هي العمليه كانت متوقفه حسب المستر الفرد. مش عمليه تنظيميه متنظمه سيستم ماشي عليه كل المدرسه وكل الطلبه وكل المدرسين سنه بعد سنه. المشكله المدرسه بتلاقي مدرس كويس دي مجهود فردي يعتبر. ليه؟ عشان المعلم برضه. ايوه يعني هترجعي كل المشاكل هتلاقي هو حكايه اللي انا اتكلمت فيها. ايوه كان مهتم جدا بالانشطه اللي هو ان هو مدرس لغه عربيه. ايوه كان مهتم جدا الله يرحمه. فحتى كان ممكن بيعدى على واحد واحد في المدرسه. كان عندنا المدرسه مثلا ممكن تتعدى 3000 طالب او 2000 طالب. أيوة. عدى على كل واحد في على كل طالب واختبر، فطلع بقى ناس معينين حوالي 60 70. عارف فين المواهب مميزه؟ أيوة. اختارها وطلعوا. ده اللي احنا أيوة بنقوله بس. ان في العمل ما اختبرش في التمثيل بس، اختبر التمثيل، الغنى، ما مواهب مش تمثيل بس، القاء شعر، القاء شعر،
الحاجات ديت. بيتكلموا هما بيتكلموا عن لما دخلنا نتكلم عن المواهب مع عبد الرحمن او مع محمد، يعني عينيهم بقت بتلمع، بقوا بيتكلموا عن المدرسه باسلوب تاني مختلف، في حب. فهو ده الاهتمام بيربط الطالب، الحاجه اللي هم بيهتموا بيها. وعلى فكره بقى انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، اليوم اللي بيبقى عندهم مسابقه كوره او ماتش كوره في المدرسه او حصه مميزه، اليوم دوت انا ما ببذلش اي مجهود في ان هم يصحوا او يروحوا المدرسه او الكلام ده. واضح ان في مجهود بيبذل لنا عشان يروحوا اصلا. طبعا. انا هاخد فاصل صغير، هنخرج لفاصل بدعوكم لمشاهدته ونرجع نستكمل حوارنا بمناسبة بداية العام الدراسي. عايز اعرف بيحصل ايه مع كل ام من خلالك. طب لان اكترية الطلبة اعدادية وثانوية وصنايع فترة مراهقة، فانا عايز يطلع الطاقة اللي عنده دي، ما اشغلوش بأي حاجة تاني، اشغله بالأنشطة اللي هو هيستفيد منها والمجتمع هيستفيد منها وهيستفيد منها مستقبلا. لأنها بتحفز الطالب على الالتزام وبتحفزه على حبه للمدرسة وحبه للدراسة، وفي نفس الوقت بيتثقف وبيتعلم حاجات جميلة جدا. في كليات اسمها رياض أطفال وكلية تربية نوعية بتطلع مدرسات ومدرسين تخصص موسيقى وتربية فنية ومسرح، مسرح الطفل، وبدا يسد العجز منه من بعض الشابات والشباب فحاجه كانت كويسه جدا. ابص الاقي واحد جاي انا متخصص مسرح فبيتعين مدرس مسرح، مدرس صحافه، فدلوقتي في انشطه واحنا لازم نشجع في البيت اولادنا عليها، المدرسه حطاها بس احنا نشجع اولادنا لان دي حصه بتتاخد كل اسبوع. كان على ايامنا كان طبعا المدرس كان بيصاحبنا وكان بيعلمنا ازاي نطلع ونشرح الدرس بكل جرأة كده، حتى الطابور الصباح، طابور الصباح كان فيه مادة إعلامية دسمة، كلمة الصباح، المعلومة، الصحافة، التربية الفنية، ازاي نعلم الأولاد الرسم، نعلمهم ازاي يتذوقوا المادة العلمية نفسها. تلاقي العيل بعد كده بسم الله ما شاء الله، لو احنا عملنا كده هتلاقي الطلبة يستجيبون وهنلاقي العملية التعليمية في تقدم. انا على ايامي انا كان في ملعب كرة في المدرسة، دلوقتي ما فيش انشطة نهائية. فرجاء من وزير التربية والتعليم، التربية والتعليم، هي اسمها التربية والتعليم، تربية اولا، انه يهتم بالانشطة سواء الرياضية او الفنية. واضح ان عندك مشكله في ان هم اصلا تقنعهم يروحوا المدرسه يعني. طبعا، لا انا عندي يعني موضوع المدرسه ده في كسل شويه منهم، بس دوت بقى ليه؟ لان هم بيحبوا السهر، مش بيحبوا يناموا بدري، فدي بقى بعاني يعني الصبح. هي مشكله جيل يعني، مش مشكلتنا احنا بس. ايوه يعني اكيد ولاد حضرتك بيحبوا السهر اكيد، بالنسبه لهم الاجازه يعني هم يسهروا وليلهم يبقى نهار ونهارهم ليل، هي دي المتعه والاجازه. فلازم في بدايه الدراسه دي بقى طبعا بنتعب جدا عشان نبدا ننظم المواعيد تاني والسيستم بتاعنا يبقى مظبوط يعني. ايوه فبنتعب جدا في الموضوع دوت. طيب احنا لو هنتكلم على المرحله بتاعتهم دي، يمكن كمان تعتبر اكثر راحه من المرحله بتاعتهم هم صغيرين، وانتوا الاثنين بتشتغلوا، يعني ازاي حافظتي على حلمك؟ لان مش ستات كتير بيعملوا كده عاده، معظم الاسر اللي بستضيفها هي بتتنازل عن حلمها، عن شغلها، عن طموحها، وبتكتفي بانها تربي الولاد. لا هنا نقول ايه بقى؟ هو انا في الاول خالص خدت سنتين اجازه يعني بعد ما جبت عبد الرحمن. بس انا كنت السبب في السنتين يعني، انا اللي يعني قلت بقى لا هم الثلاثه هيبقوا في البيت ومحتاجين رعايه خاصه وكده، بس انا يعني خدت سنه ونص وقطعت الاجازه ورجعت، ما قدرتش برضو ان انا ايه يعني ان انا يعني اول ما قدروا يروحوا حضانه يعني. اول بقى ما ده بدا يدخل. حته مهمه، ما ننكرش فضل الاهل اللي هي والدتي ووالدتها، او والدتي كانت يعني ايه قريبه مننا بشكل قوي، والدتها ما تاخرتش علينا. أيوة. يعني ده ما نقدرش ننكره فضل الاهل. اختي كان ليا اخت برضو كانت متعاونه جدا معانا في تربيته.
ايوه، واحنا ده اللي بيميزنا كمصريين. ايوه طبعا، يعني اذا كنا قدرنا ان احنا نكمل طموحنا او كده فعلا بفضل كبير جدا يرجع فيه أيوة طبعًا. للاهل والامهات والجدات. يعني هو مش موضوع هي ما تنزلتش عن طموحها طواعيه، ولا يعني هي احنا عملنا بقى ابطال، لا يعني برضو ربنا وقف معانا طبعا، ده رقم واحد. رقم اتنين فضل الاهل اللي هم ساعدونا ان احنا نكمل، ايوه ان هم وقفوا معانا في تربيته. ايوه بس ايه اكتر حاجه بقى انتوا عجبكوا في ماما وبابا؟ انت تتمنى تاخد ايه من بابا؟ اكتر صفه حب الناس. حب الناس. حبيبي بيحب هو الناس ولا الناس؟ لا بحبه. الناس بتحبه. الناس بتحبه. محبوب. دي نعمه كبيره من عند ربنا الحمد لله. الله، شايف الجمله ده كانه محضرها. انا فوجئت، مع ان انا فاجئتهم بالسؤال على فكره، وانا فوجئت بيها. يعني انا اتفاجئت برده بصراحه. طب ومن ماما؟ يعني الطيبه. ايه اللي انت بقى بتحبه في ماما اكتر حاجه؟ ماما وبابا. ماما هنيتها يعني ما بتبخلش علينا بحاجه، وبابا برضو نفس الكلام، بس برضو ماما حنينه كده علينا، طيبه يعني ما بتحبش تزعلنا، بتحاول تلبلكوا كل رغباتنا. حتى لو زعلتنا ممكن يعني نفوت مثلا نص ساعه ربع ساعه وتيجي تصالحنا. وبابا بقى برضو الطيبه بتاعته وحنيته، مش بخيل علينا خالص. ايوه. محمد. ايه لا. ايه اللي تتمنى يطلع فيك من بابا؟ ايه اكتر حاجه بتحبها فيه او في ماما برضه؟ نيته هو ماما طبعا. هو يعني بحس ان هو مش يعني بابا كل حاجه في حياتي، هو طبعا وماما. بحس ان هو بيحب الهزار معانا، يعني بيحب الهزار مصاحبكم يعني. صاحبنا. صاحبكم مش اب بقى ديكتاتوري و لا، أم صاحبنا ويحب هزار، يحب هزار معانا. وماما طبعا أكلها. ده كلام كبير. أكلها. ماما شاطرة في الأكل؟ بس أنا حاجات معينة بحبها. أكتر طبق بتحبه من إيد ماما؟ إيه؟ فراخ. الفراخ؟ أنا أتخيل ده هيقول مثلا حاجة أصعب شوية. تعملي فراخ إزاي؟ هو مدمن الفراخ بس. علشان كده لا، واضح ان اكلك حلو عبد الرحمن، باين عليه وزياد ويعني كلكم واضح ان الاكل فعلا فظيعه. رحنا قبل كده الدكتور فقال لي يا مدام، اول ما شفنا داخلين عليه كنا رايحين، كان لا قبل ما اتكلم في حاجه عايز اقول لك معلومه. قلت له صدق، قال لها مطبخك فاشل. واضح ان المطبخ بتاعك فاشل، هو سبب حاله الوزن الزايد. ايه المشكله اللي عندنا ولا اي حاجه؟ راح قايل لي كده يعني. فحتى بعديها كل ما اعمل حاجه اقول انا عايزه اخدها للدكتور اشوف يعني اشوف هو كمان هيتخن ولا لا. انت عايز تخني الدكتور كمان. ايه بقى احلى طبق من ايد الاستاذه ايمان بتاكل؟ والله هو يعني صعب اجاوب على حضرتك، بس هي مميزه جدا جدا. طب قول العدس. لا لا لا، في المحشي. يعني هي بروفيشنال قوي في موضوع المحشي ده. خدت ده كمان من والدتي انا. في حاجات تانية بصراحة كتير حلوة يعني. هي برضو بتجيد مثلا عمل كفتة بتاع الحياتي الكلام ده، لكن هي في المحشي فظيعة. وان شاء الله نعزمك انت والكاست كله. يا سلام يا سلام. ومشاهدين ودي بقى، ودي دعوة على الهوا ودعوة هو بقولها قدام الناس كلها، ولو قبلته هيبقى وعد. وانا بقول لك احنا قابلين ودايما عامر، ويا رب كده مجتمعين على الاكله الحلوه والضحكه وقفشات عبد الرحمن. وعبد الرحمن يعني انا عارفه ان نكته قويه جدا. انا عندي العيال الحمد لله يعني وموهوبين. فحلو قوي. فيهم مميزات فعلا يعني، حتى كل العيله بتحبهم. أيوة. بصراحه لان هم بيحبوا الناس قوي، وبيحبوا القرايب جدا جدا جدا، وبيحبوا التهريج. طيب انتوا لما بتجتمعوا مع بعض كده، انتوا بما اننا بنقول كوميديا وبتضحكوا، ايه اكتر حاجه كوميديه بتحبوا تتفرجوا عليها؟ مسرحيه او بتفضلوها او يحبوا مسرح قوي؟ ايوه. وايه تاني؟ هما والمسرحيات عامة، بس هما واخدين حب المسرحيات من باباهم يعني، ان هو اللي بيهتم جدا وهو قاعد بيتفرج، فبيقعدوا بيهتموا معاه بال ولو كوميديا قديمة شوية بتتفرجوا على يموتوا في عادل إمام. هما بيموتوا في يعني الفيلم لو لقيناه، مع اننا حافظينه، فيلم سلام يا صاحبي. الفيلم دوت احنا كذا ممكن تتفرجوا عليه في اليوم مرتين. يا ده عادل امام ادمان يعني. بيحبوه جدا. طب كوميديا ايه يعني؟ طب لو شغلنا لكم حاجه كوميديه لعادل امام
تتفرجوا معانا وتبقوا مبسوطين يعني؟ اه طبعا. طيب نشوف مع بعض. سيدي